عارفين المشكلة؟ المشكلة اللي احنا ما عندناش حاجة اسمها استمرارية. بمعنى يعني استمرارية، انا مثلا من 5 سنين كنت احسن واحد في الشغل، طب انت دلوقتي بقيت ايه؟ انا في الجامعة كنت طالع الاول على الدفعة، طب انت دلوقتي ايه؟ انا في ثانوية عامة جايب 92%، طب انت دلوقتي ايه برضه؟ فأهم حاجة عندنا الاستمرارية. انت زمان كنت حلو، دلوقتي ايه؟ الحاضر بتاعك مش بيعترف بالماضي، بس الحاضر دلوقتي المستقبل هو اللي بيعترف بالحاضر بتاعك دلوقتي. فهل انت مستمر في الحاجة اللي انت عايزها، او هل انت الباشو اللي انت عايزه او الحاجة اللي انت نفسك تطلعها، هل انت بتجري وراها؟ ماشي، نسأل سؤال تاني، هل انت الحاجة اللي انت الباشو اللي انت كنت عايز تعمل، اللي انت كنت عايز تطلعه، او الحلم اللي انت عايز تحققه، انت زمان كنت ماشي كنت بتجري فيه مثلا وبتشوف مثلا كنت بتعمل ايه؟ نفسك مثلا تطلع فوتوغرافر مثلا، وزمان مثلا كنت بتصور مثلا حلو بالتليفونات والكلام ده، وكنت بتطلع صور بروفيشنال جميله. طب هل انت دلوقتي بتعمل ايه؟ هل انت بتصور؟ هل انت بتنمي الموهبه اللي عندك؟ لا، اي حاجه. انت زمان مثلا كنت بتعمل حاجه مثلا موهبه مثلا رسم، وكنت بترسم حلو قوي وكان نفسك تطلع رسام. طب انت دلوقتي، هل انت دلوقتي بترسم؟ هل انت دلوقتي بتتعلم؟ هل انت دلوقتي خدت كورسات؟ ولا انت واقف في مكانك ما بتعملش اي حاجه؟ فأهم حاجة الاستمرارية أحسن من الحاجة، أو أهم من الحاجة أصلا اللي أنت بتعملها. أنت ممكن بتعمل حاجة أب تبقى بيرفكت فيها بس سنة سنتين وما بتكملش، عشان كده الناس كلها بتقول أنا كنت كويس في كذا، أنا كنت حلو في كذا. أنت دلوقتي إيه؟ أنت دلوقتي إيه؟ العمارة لما بتيجي تتبني مش بتتبني من الدور العاشر، بتتبني من الأرضي من الأساس. طب أنت عملت مثلا أساس، دلوقتي بالعمارة ولا ما طلعتش؟ فأهم حاجه الاستمراريه، اهم حاجه قبل الباشو اللي انت بتحلم بيه، او قبل الحلم اللي انت نفسك تطلعه، اهم حاجه الاستمراريه. تبقى عندك الحاجه في مخك اصلا وتستمر فيها لحد ما توصل لها، وكل مره تعدي المرحله اللي انت فيها دي. اذا كنت بقى هتاخد كورسز، اذا كنت هتاخد حاجات اونلاين، اذا كنت هتروح تحضر ايفنتس، هتروح تعمل اي حاجه، بس ما تفضلش في مكانك على طول. لو فضلت في مكانك مش هتوصل للحاجه اللي انت عايزها. يعني هتعمل ايه لو انت فضلت مكانك؟ انا كل ما اتكلم، انا مثلا انا احسن واحد عندي في الكليه، وبعدين بعد ما تخلص من الكليه هتعمل ايه؟ مش هتعمل اي حاجه. يا فرحتي احسن واحد في الكليه، ولما تيجي تشتغل هتبقى مش عارف شغال اصلا، ما بتعرفش تشتغل، مش واخد كورسات كفايه عشان تشتغل، مش واخد خبره كويسه. فانت كده عملت ايه؟ انت ما عملتش حاجه اصلا. فاهم حاجه الاستمراريه قبل الباشو اصلا اللي انت بتحلم بيه. بس كده، ده كان فيديو النهارده. دوس كوتش، تنساش تعمل لايك للفيديو، تنساش تعمل شير للفيديو عشان صحابك يستفيدوا. لو حابب تدخل تتابعنا على انستجرام او على تويتر هتلاقي اللينكات تحت الفيديو. دوس كوتش، سلام عليكم.